تحياتي للجميع مرة أخرى أيها الأصدقاء. لقد نامت زهور الدم ديلان بين ذراعيه بينما كانت تنتظر رأس باران. عندما استيقظت شعرت بالخجل وتمنى لو لم يلاحظ باران هذه اللحظات. من ناحية أخرى تظاهر باران بأنه لا يعرف. حوصرت دوريا مرة أخرى، طالما لم يتم إيقاف هذه الفتاة فإنها ستستمر في إلحاق الأذى. الآن بدأت في طلب المساعدة من فرات. سوف يساعد فرات دوريا مقابل التوقيعات التي جعلها توقع عليها، لذا ستحمي فرات ظهر دوريا. تريد دوريا من فرات تغيير نتائج اختبار باران. باران الذي علم بدخول وخروج دوريا من وإلى المنزل، حتى الشخص الذي ساعده مذنب. بدأ مايتي يتعافى قليلاً، الآن يمكنه تحريك ذراعه ويده بسهولة. لقد أوقع زجاجة الدواء وجعل جول يجلب الأدوية الجديدة، لذا فقد أفلت من ألاعيب حسن مرة أخرى. من ناحية أخرى هذا الأسبوع راكد. أولاً وقبل كل شيء، في جدال ديلان وباران كان باران يرتفع باستمرار ويضرب يميناً ويساراً. كنا نعلم جيداً أن دوريا لن يذهب بسهولة أيضاً. الأمر الآخر الذي أثار استياء المشاهدين هو أن مجموعات ديلان كانت تحظى باهتمام أكبر. لم تنل تركيبة ديلان الشاطئية إعجاب المشاهدين في هذه الحلقة، فلون القبعة والوشاح يجعلها تبدو وكأنها طفلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة ذهابهم باستمرار إلى نفس الشاطئ وعودتهم إلى نفس الشاطئ وعدم خلق شرارة بينهما قد أصاب الجمهور بالملل. غادرت أزاد في فيلم أزهار الدم وأصيبت باران في ظهرها مرة أخرى. كان هذا ما سيحدث إذا لم يرسلوا دوريا بعيداً بشكل صحيح. أصبح فرات ودوريا شريكين ولم يتمكنوا من نقل الأسهم إلى باران. وقع جودة على الوثائق بناءً على طلب زوجته ووافق على قضية الطلاق. هل سيتغير التوازن في القصر برحيل أزادة؟ في الوقت الحالي غول هو الشريحة الوحيدة القادرة على إدارة القصر. تبين أن غول هو الأذكى في المنزل. يبدو أن غول يحل المزيد من القضايا. نعم يا أصدقائي، هذا الفيديو وصل إلى هنا. إلى اللقاء، لنراكم في فيديوهاتنا الأخرى.